عندما اجتاح فيروس كورونا العالم، دفع هذا الانتشار الكبير عدوى بتعطيل الكثير من الوظائف النظامية، حيث وجد الكثير من الموظفين أنفسهم في مواجهة تجربة جديدة كلياً، وهي أداء العمل من المنزل، من بيع وشراء وتصميم وتسويق. وكما نعلم أن قطاعات عدة ستشهد ازدهاراً في ظل أزمة كورونا، ومنها المصمم الحر، المستشار، المبرمج، المسوق، مصمم تطبيقات، مصمم ويب، إدارة حسابات، شركات التوصيل. أهم منصات العمل عن بعد: منصة مستقل، منصة أبورك، منصة فريلانسر. أعمال مفيدة أثناء التعلم عن بعد: الاستيقاظ مبكرا، الرياضة، القراءة، التعلم الإلكتروني. كورونا قد تكون فرصتك في بدء مسيرة التعلم عن بعد.